اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. صبري ازيك يا صبري؟ الحمد لله ازيك يا كابتن. وانت كمان اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس؟ الحمد لله ايضا ايمن جلبرتو ازيك يا ايمن؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام تمام؟ 100 100 مبسوطين الحمد لله. عشان انتوا بقى لكم مرتين، المره اللي فاتت يعني اعتذرت لظروف خاصه، المره دي بقى الحمد لله جايين باتنين سوبر. الظروف حلوه الحمد لله، اتنين سوبر اهو. طب يا رب على طول يا رب. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ الحمد لله. خليني ابدا معاكم الاول بتهنئه لفريق اليد وتهنئه لفريق كره القدم. فريق اليد طبعا احنا عايزين نهني اللعيبه، الجهاز الفني، مجلس الاداره الحقيقه، والطفره اللي حصلت في العاب الصالات عموما السنه دي. يمكن في قبل السنه دي كان في شكاوى شويه من الجمهور، والجمهور زعلان بسبب نتائج العاب الصالات وبتاع. السنه دي في اكتساح تقريبا في كل الالعاب، الباسكت واليد ورجال وسيدات وكل حاجه، البطولات كلها بناخدها. فالحقيقه كريدت كبير لمجلس الاداره واللعيبه الحقيقه، ان هي استفاقت جدا خصوصا في كره اليد بعد فتره ما كانتش احسن حاجه، فبيفرحونا بسوبر النهارده كمان افريقي، وحقيقه نتيجه جميله واستمرار. يعني ان شاء الله دي تكون بدايه ان السنين الجايه كمان تكون كلها اهلي في كل العاب الصالات. يعني استكمالا لكلام صبري، لا واضح جدا الطفره اللي حصلت في وجود، يعني بعد ما مجلس الاداره استعان بالكابتن خالد العوضي في هذا المكان في تصحيح للاخطاء. طبعا الملف ده صعب جدا يا كابتن اسلام، لان انت عارف الجمهور على طول، جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى نفسه انت في كل حاجه تبقى متفوق، وعلى طول يقول لك التدعيمات. وطبعا الملف بتاع التدعيمات ده تحديدا وفكره الاجانب في الوقت ده الموضوع صعب، خصوصا الالعاب كلنا عارفين العاب الصالات برضو مهما كان رواجها في مصر، ما الدخل بتاعها او الانكم بتاعها مش زي كره القدم. هي كره القدم هي كريزه، لكن فان النادي الاهلي طبعا قدر ان هو يعني مدرب زي ديفيز ده مدرب كبير جدا، مدرب مميز، في جيل كويس من لعيبه كره اليد. ناس كتير على فكره، ناس اللي هي مختصه بتتكلم في كره اليد بيتكلموا ان الجيل بتاع النادي الاهلي، مجلس الاداره راهن على الجيل ده طبعا، لانه السنه اللي فاتت كان الوضع مختلف تماما. لما كنت بتكلم مع اي حد فيكم كان يقول لي لا ما تقلقش، عندنا ناس كويسه جدا بس نصبر عليهم. بالظبط. فالنهارده بنتكلم في طفره فنيه، حراسه المرمى. يعني النهارده لما الحارس الاساسي بتاعك يعني حميد بيتصاب اصابه، الحارس اللي موجود معاه عبد الرحمن طب يظهر بهذا المستوى، وحتى في الوقت اللي هو دور كبير ان النتيجه قربت شويه، هو في اخر دقائق هو اللي رجع تاني. صح. اللعيبه نفسها، الاداء الدفاعي، الاداء الهجومي، يمكن طبعا احنا مش خبره في اليد قوي، لكن اللي شفناه ان في تطور. نتكلم في كره السله بقى لها كام سنتين اهو حاجه مميزه. يمكن الطايره كفريق الرجال المرحلة الطبيعية لأي فريق بيبقى لازم الإحلال والتجديد بتاعه جاي بعد 20 سنة سيطرة طبعا. بنتكلم كرة الطائرة حتى سيدات بنتكلم بيخسروا لقب من الثمانينات، يعني تقريبا من قبل أنا ما اتولد ما كانوش بيخسروا ألقاب. يعني احنا بنتكلم كمان يا كابتن إسلام إيه في 3-4 ألعاب صالات، ما اتكلمناش على بقية الألعاب. فالنهاردة حتى الإنفوجرافس اللي بتتكلم على ألعاب صالات النادي الأهلي السنة دي، لو بنتكلم 15-4 بالنسبه مع المنافس بتاعك طبعا نادي الزمالك في الحته دي، فلا يعني تطور مهم. نتمنى الاستمراريه، ونتمنى كمان ان الملف ده لو نقدر يعني مع وزاره الرياضه مع الناس المهتمين يبقى طبعا يبقى في احتراف كذا، يعني كذا امر طبعا يا كابتن اسلام. النهارده الناس بتتكلم عن المحترف بتاع كره السله اللي معانا في البال، وبيقولوا مثلا ليه هو مش ما نقدرش نستعين بيه على طول. عقده كبير جدا، يعني عقده ممكن يوازي عقود لعيبه كوره موجوده في الفريق. لكن في الاخر انت برضو لما بتكسب دوري لازم الملفات دي لازم تتفتح يا كابتن اسلام. لما بتكسب دوري السله المبلغ اللي بتاخده مثلا جايزه كام؟ اذا كان في الكوره لما بنكسب دوري الكوره ما بناخدش فلوس مكافئات تغطي. برافو عليك، ولكن وده كويس نفتحه ونتناقش فيه بسرعه. يعني اه طبعا لانه ده هيبقى محتاج وقت طويل جدا، ولكن كره القدم هي اللي بتجيب الفلوس. بالظبط. هي اللي بتجيب الرعايه، هي اللي بتجيب كل حاجه. كل حاجه قريبة. لازم السله واليد، يعني بنشوف ريال مدريد في فرقه السله موجوده، لكن ممكن ما نسمعش ريال مدريد في الطايره مثلا، ما نسمعش ريال مدريد قوي في لا، يعني بنسمع عن يعني هي الانديه الكبيره العاب بتتخصص. فانت النهارده كنادي اهلي او كبلد كمان، احنا عندنا كره اليد مستواها عالي، عندنا محترفين في السله دلوقتي، هو رجعنا كاس العالم. فلو كل لعبه قدرنا ندخل فيها الاحتراف، قدرنا ندخل فيها التسويق، قدرنا ندخل فيها ان يبقى على الاقل الانديه بيرجع لها المكافئات، مش لازم تغطيه العقود، هتساعد. فبالتالي تقدر ان كل ده رواج. النهارده كلنا الناس كلها بتتفرج
بنتكلم في رمضان، ناس بتسهر تتفرج على النهائيات بتاعت الطايره والهاند بول والباسكت، ناس قاعده بتتابع البال، قاعده بتتابع كره الطائره، سيدات الناس قاعده سهرانه مستنيه صحيح. مين اللي هيكسب الدوري صحيح. فالنهارده كل ده لازم نستغله عشان في الاخر يبقى ليه عائد اقتصادي على النادي وعلى البلد وعلى كل حقيقي حاجه. حقيقي، لانه بالحقيقه مصاريف بتاعه العاب الصالات هي مصاريف كبيره طبعا لا تقارن في النهايه بكره القدم، ولكن كرة القدم بتجيب طبقة شيلة تقيلة. يعني احنا لما بنتكلم عن ريال مدريد او برشلونة او بيبقى كل نادي عنده في 3 4 عندها 3 4 العاب بالظبط، انما النادي الاهلي عنده يعني كم من الالعاب كبير جدا. لو فكر ان هو حتى يقول بكره الصبح انا هقفل اللعبه لانها يعني بتاخد مبالغ كبيره وانا ما بكسبش من وراها حاجه، يعني 100 واحد و100 لسان ومليون لسان ليه؟ ولادنا بيلعبوا، لا ما ينفعش نخسر ريادتنا في الحته دي. فموضوع صعب جدا انك تصرف على هذا الكم من الالعاب وتفضل دايما متفوق فيها لان جمهورك متطلب جدا. العاب الصالات كمان في السنين الاخيره عشان بدات تعرض تلفزيونيا معظم المنافسات معظم المنافسات دي حاجه كويسه جدا، لكن معظم المنافسات لما بقت تعرض الجمهور بتاع الالعاب دي زاد صحيح، فبالتالي الاهتمام بقى اكبر، فاللي ما كانش بيتفرج على كره يد بقى بيتفرج وبقى طالب ان الاهلي ياخد البطوله ويزعل لو الاهلي ما خدش. النهارده ما خلي بالك انا بشوف الحاجات دي من خلال يعني احصائيات الباينه احصائيات والحاجات دي. لا النهارده انت عندك نسبه مشاهده على مباراه اهلي وزمالك سوبر افريقي يعني غير موجوده في اي مكان صحيح. يعني كابتن اللايف بتاع قناه الاهلي اللي هو على الفيسبوك ده مثلا كان في الوفات قاعدين فاتحين الموبايلات بيتفرجوا يعني ما بنتكلمش على ناس بتتفرج على التلفزيون، يعني بنتكلم ناس يعني ده يا اما حاجه اتنين لايف باقه مثلا هو مش موجود في الشارع او حاجه او في مكان في قاعد فاتح الجهاز اللي في ايده الموبايل ايا كان وقاعد متابع اللايف ده يعني اعداد الوفات مهوله. فالنهارده لا يعني حاجه جميله ان زي ما صبري كان بيقول الحاجات دي بتعرض، لكن كمان لازم نستفيد ان النهارده يبقى في رعايات معينه يبقى في احتراف معين عشان كمان لما انت تقدر تحاسب يبقى الحساب. خلي بالك برضو جمهور النادي الاهلي بيطالب مجلس الاداره بايه؟ زي ما صبري كان بيتكلم انه الرياده تفضل فيها رقم واحد، ان الرياده تفضل فيها رقم واحد، وبالتالي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بيعمل على كده في كل الالعاب. ولكن انا هنا ما بتكلمش بلسانهم ام هم بيقولوا كده او لا، لكن انا بقول كيف او كيفيه التفكير ان انا ما هو انا بيخش لي 10 جنيه طب هصرف 15 ازاي؟ صحيح ما هو انا ال 10 هي بس اللي بتخش في خمسه فرق، فانا لازم الخمسه دول اشوف انا هعمل فيهم ايه وتظل في الرياده بالظبط كده كابتن. فهي دي النقطه اللي يجب ان يتم التفكير فيها بالزبط. خلال الفتره اللي جايه، لانه الالعاب دي طبعا مهمه جدا جدا جدا، ولكن في نفس الوقت مكلفه، وعلى الجانب الاخر ما بتجيبش. امتى بقى او ازاي نقدر نسوق هذه الالعاب عشان نعرف نجيب منها صحيح. اللي احنا عايزينه. خلينا ننتقل بقى لان الموضوع ده موضوع كبير جدا وحساس. خلي بالك يعني الناس ممكن ما حدش هنا بيتكلم باللسان لا احنا بنقول بس بنحلل الوضع مجلس الاداره ما يعني ملوش علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله ده خالص، ولا النادي له علاقه بالكلام اللي احنا بنقوله ده خالص. فمره اخرى سوبر الكوره كسبت بيراميدز وقدرت تفوز باللقب رقم 13 في كأس السوبر. ماتش كبير جدا، يمكن من اقوى، يعني ناس كتير قالت انه اقوى سوبر اتلعب في النسخ اللي فاتت كلها، وانا اتفق مع الرأي ده جدا. المباراة كانت قويه بين اقوى فرقتين في مصر حاليا، خرجت بشكل ممتاز فنيا وتكتيكيا، كان في شطرنج ما بين الاثنين مدربين وكان في يعني شغل كتير جدا ممكن نتكلم فيه وحالات كتير نتكلم فيها، لكن الحقيقه يعني اهم ما في الموضوع ان الصوره طلعت حلوه، قدمنا صوره كويسه عن الكوره في مصر. الكواليتي بتاع الفرقتين كان كويس جدا، الفرقتين في اقوى حالاتهم محافظين بعض بشكل يعني مبالغ فيه كمان. يعني الماتش يمكن الفرص كل فريق من الفرقتين ما صنعش كم الفرص اللي بيصنعها في الماتشات العاديه من كتر ما الفريقين حافظين بعض ودفاعيا كانوا متفوقين. في الاخر حققنا بطوله كبيره ومهمه وظهرنا بشكل كويس. نتمنى ان ده برضو يكون يعني خطوه في طريق تحقيق كل البطولات السنه دي، لان الحقيقه احنا بنقدم مستوى كويس نستاهل عليه ان احنا نفوز بكل حاجه السنه دي. ايمن البعض حاول بعد نهايه المباراه، ودي الحقيقه انا ما بحبش اتكلم في هذه الامور، يعني انا ناس كتير قوي تقول لي بقى تطلع ترد على فلان وتتكلم على كذا وتعمل كذا انا الحقيقه بشوف ان انا كسبت سوبر خليني افكر في اللي بعده، وجهه نظري. ولكن البعض حاول ان يشتت فرحه النادي الاهلي وجمهور بالسوبر
ما أنا اصل مش ركله جزاء، مش بتاعت كهربا دي مش ضربه جزاء، اصل علي جبر ما لا ما كانش المفروض يطرد ولا حاجه، ده المفروض اللي كان يطرد ده الشناوي وعلي معلول عشان مش عارف ايه وعشان عملوا ايه، على الرغم من معظم المحللين الكبار في التحكيم مثلا اتكلموا على انها بالفعل هي ركله جزاء، يجب ان يتم طرد علي جبر، الشناوي وعلي معلول اخرهم كان هيتاخد انذار. طبعا يا كابتن اسلام يعني دي برضو بتفسر الحاله اللي هي بتاعت احنا مش مهتمين بالمباراه او المباراه مش محدش هيهتم بيها، بس في الاخر كله يعني فاهم تلاقيهم اتفرجوا على التفاصيل يعني، ف المباراه يعني المباراه قويه جدا يا كابتن. المباراه فعلا بين اقوى فرقتين في مصر، احنا يعني ممكن نستعرض الاحصائيات واحنا بنتكلم كده وبندردش بتاعت المباراه، هتلاقي ازاي التقارب ما بين الفريقين وازاي في تفاصيل، كل نادي كان بيحاول يلعب على التفاصيل بتاعت الفريق التاني. يعني ماتش نهائي الكاس تحس اللي هو كان ايه، كان البروفا اللي الماتش ده كله يعني كل مدرب طبق على نهائي الكاس بالظبط زي ما بنشوف اهو الاحصائيات قدامنا. طبعا الاهلي تفوق في الاستحواذ، لكن بص النسبه يا كابتن اسلام متقاربه، نسبه الاهداف المتوقعه متقاربه، صناعه الفرص بس كل الاحصائيات دي، المحاولات الصحيحه على المرمى، التمريرات، دقه التمريرات، يمكن النادي الاهلي بقى متفوق بشكل اكبر، العرضيات الصحيحه، كل الاحصائيات يا كابتن بتاعت المباراه هي كلها قريبه. ده يدل على ايه؟ ان الفرقتين فعلا مذاكرين بعض كويس زي ما قلت كده، طبقوا على نهائي الكاس وكل واحد توقع المدرب التاني هيعمل ايه وابتدى يلعب على التفاصيل دي. فلا حتى كابتن كمان لو تشتيت على الكوره بتاعت المشكله اللي حصلت بتاعت الشناوي بيلعب الكوره عشان عبد المنعم وقع والشي بيحاول يلعبها، احنا مش شفناه لسه في كاس العالم اللقطه الشهيره بتاعت مباراه الكوره بتاعت الارجنتين وهولندا في كاس العالم كله اتخانقوا وضربوا بعض وبتاع حكم بعد كده راح مفضي الليله. قريب ارسنال ومانشستر سيتي اتذكر لما مين ارتيتا كان حد بيمزقه او حاجه كده، كان لا خناقه يعني. كانت اول موسم بين توخيل وكونتي يعني. كان يعني الناس بس دي كانت خناقه جدا لكن احنا بنتكلم في دي قريبه شويه اللي بتاعت كاس العالم يا كابتن اسلام، وفي الاخر حتى بتاع كاس العالم ما شفناش يعني بطاقات حمراء للعيبه او الحكم راح مطلع في اللقطه تحديدا انذارات، التعامل معاه بهدوء، ادى انذار هنا والانذار هنا واتكلم والموضوع خلص. انت النهارده بتكبر وتقول لي تسريبات بقى لجنه الانضباط ونخش في نفس ده، لا المباراه نجحت فنيا، نجحت جماهيريا، حتى تنظيميا في الملعب الامور كانت على افضل حال. يعني هنشوف حتى في اللقطات بعد كده واحنا بنستعرض يا كابتن اسلام، لا المباراه جميله جدا وفيها تفاصيل حلوه واتلعبت في توقيت جيد جدا، وفي الاخر في فريق كسب الحمد لله ان هو النادي الاهلي، فريقنا كسب اللقب، بيراميدز خسر، هارد لك عمل مباراة جيدة. هنا بص دي اللقطة يا كابتن اسلام، بص النادي الاهلي ابتدى الماتش 4-3-3 لكن الماتش شغال، بص هتلاقي الموضوع احنا كنا بنضغط واحنا واقفين 4-1-4-1 عشان نضغط على فريق بيراميدز هو بيطلع بالكورة. الحقيقة ان الفرقتين، انا عايز اقول حاجة قبل ما نتكلم على الحالة دي تحديدا، كلمة قالها ايمن كانت كويسة جدا، فكرة انهم طبقوا على ماتش الكاس. ماتش الكاس اتغير لما كولر عمل تغييرته بنزول حمدي فتحي عشان يخترق العمودي في التشانلز وقدر ان هو يحول مسار المباراه والاهلي يفوز. ان النقطه دي بدا باتشيكو المباراه باختيارات محدده جدا وتغيير مراكز بعض اللعيبه عشان يضرب الفكره دي. اعتمد على احمد توفيق مش بلاتي توريه في نص الملعب عشان الاثنين توفيق والكارت يبداوا يلعبوا مان مع الاثنين الثمانيات بتوعك اللي هم القندوسي. قندوسي لعب عشان يخترق عمودي مع حمدي فتحي، هو بدا بالاثنين دول عشان كده باتشيكو كان قاري دي او كان قاريها كويس من ماتش الحقيقه، عمل ماتش فنيا وتكتيكيا جيد جدا، فعشان كده هو ليه اختار احمد توفيق تحديدا مكان توريه، لان احمد توفيق بيجيد المان تو مان، فبدا بالفكره دي. رمضان صبحي غير مركزه من الجناح لاعبه 10 عشان يضغط على مروان عطيه في وقت ما الاهلي بيبدا يحضر او يبدا الهجمه، فكان كل مدرب فيهم حافظ وقاري الثاني تماما. هتلاقي رمضان صبحي مع دايما مع مروان. الشكل ده هو اللي خلى في وقت من الاوقات مروان بعد اول ربع ساعه او ثلث ساعه ما بقاش قادر قوي ان هو يحافظ على تمركزه الصحيح، والمجهود كان اكبر عليه، وبالتالي كولر عمل خطوه ذكيه جدا، قام رجع حمدي فتحي جنب مروان، وخلى قندوسي لوحده بيلعب 10 عشان يقدر يحافظ على التفوق في نص الملعب.
اللي حصل بعد كده اهي، دي مثلا في كوره، اول كوره تقريبا تحصل وعمل فيها بلوك حمدي فتحي كان عظيم جدا. دي اللي انت قلت ان هو رجع هنا حمدي جنب مروان. الكوره لو عدناها تاني، مروان اهو الكوره اتلعبت في ظهر مروان، وهنلاقي حمدي بيشاور وبعدين بيبدا يتحرك هو مع اللعيب اللي هيستلم الكوره اهو. ذكي لعبت في ظهر جدا جدا، لعيب ذكي جدا، لعيب ذكي جدا الحقيقه، وملك التاكلينج طبعا، عارف ان هي بتتعمل في حياته. خلي بالك دي واحده برده من افضل مباريات رمضان صبحي، خلي بالك ضد الاهلي يعني. طبعا صحيح صحيح. ممكن واحنا بنكمل في الحته دي تحديدا عشان برده وقتنا ننزل ارقام بتاعت مروان وحمدي، يعني عشان برده الناس تتابع الاثنين دول ادائهم كان ازاي في الملعب. الحته بتاعت صبري لما كولر راح مرجع حمدي جنب مروان، بعد كده الشوط الثاني هنلاقي ان مروان ابتدى يميل بقى ياخد المهام بتاعته. هي كابتن اسلام الاحصائيات، اهم حاجه في الاحصائيات دي بنكبس التمريرات بتاعتهم قد ايه هي رغم صعوبه الماتش والضغط، لكن دقه التمريرات بتاعتهم مميزه. كمان التمريرات الطوليه اللي كانوا بيعملوها، التمريرات الطوليه الصحيحه شكلها كان يعني رقميا يعني مش بعيده، يعني عمل حمدي عمل واحده صح من اثنين ومروان ثلاثه من اربعه، عظيمه جدا صحيح. الارقام بقى الدفاعيه هنا برضو بنتكلم، بص يا كابتن اسلام، عن الفوز بالكره، كل واحد فاز بالكره، بنتكلم في 13 لحمدي و 18 لمروان، لان مروان في زي ما صبري كده قال في بدايه المباراه هو اللي كان رقم سته اكتر صحيح. وحمدي وقندوسي هم اللي كانوا بيضغطوا، بعد كده راح كولر مرجع حمدي عشان خاطر يعمل التوازن والشكل بتاعنا دفاعيا، عشان يغطي على فكرة ان باتشيكو بيلعب بالتلاتة اللي هم تلاتة والمهاجم بتوعه والرمضان وابراهيم عادل ومصطفى فتحي قد ايه هم سرعات عشان نغطي الحتة دي. فبقينا نشوف ان التدخلات كمان الدفاعية عندنا ازاي مميزة، البلوكات البلوك اللي حمدي فتحي عمله، الفوز بالكرة التانية، ودي كانت من الحاجات المهمة جدا. بس الكرة التانية كمان عند مروان عاملة ازاي، ده بيسهل بالظبط، بيسهل ازاي عليك في مهامك الدفاعيه. فكل دي زي ما قلنا هي افكار وحاجات اتطبقت في الملعب وشغل، فكل الشغل ده عشان كده هي واحده من اقوى المباريات السوبر اللي اتلعبت في سنين. ومش عيب احنا بنقول واحده من اقوى المباريات، ما قلناش دي اقوى ماتش سوبر اتلعب في التاريخ، يعني الناس قالت واحده من افضل المباريات، فما اعرفش ليه واحده من افضل المباريات دي بتضايق يعني. ماشي يا اخي كفايه كانت الحقيقه بعد مبروك. كان كولر كان اختياراته كانت ذكيه جدا في المباراه دي، يعني فكره ان القندوسي وحمدي بيلعبوا تمانيات عشان يخترقوا عمودي في العمق، بس ما حصلتش لان باتشيكو كان قريها. لكن ده يفسر لك برضو هو ليه اختار مثلا انه يبدا باحمد عبد القادر ويختار انه يبدا الناحيه الثانيه بيرسي تاو، لان هما لعيبه خطوط فهيعملوا ستريتش للملعب هو ده اللي هو عايزه بالظبط، فعشان هما الباكين يفتحوا ويفضي الحته دي بالظبط. باتشيكو كان قاري ده كويس، والحقيقه ان الفرقتين كانوا يعني قاريين بعض، او الاثنين مديرين فنيين قاريين بعض بشكل عظيم جدا، لدرجه ان احنا كنا مستنيين اللقطه الابداعيه اللي هتخلص الماتش، ان لاعب عنده حاجه مختلفه هو اللي هيحل المشكله دي، وده اللي شفناه مع كهربا. يعني كهربا كان ذكي جدا في تحركه، وذكي جدا في انه يحط نفسه قدام احمد سامي ويحصل على ضربه الجزاء، هي كانت لقطه ممتازه. يعني هنا ده الحاله واحنا بنخرج الكره الطويله من خالد عبد الفتاح، كهربا رغم انه ما كانش اقرب للكوره انما قدر يحط جسمه قدام احمد سامي ويحصل على ضربه جزاء طبعا سليمه 100%، لكن هو تصرف ذكي منه. لا يا اخي سليمه ايه؟ مش كده. سليمه جدا، بلاش سليمه جدا. الكهرباء يعني فعلا الكره مش بتاعته خالص، قدر يحط جسمه قدام احمد سامي يعني بذكاء شديد جدا الحقيقه، ووضع جسده بالشكل السليم في المكان السليم عشان خاطر ياخد ضربه الجزاء. كهرباء من يمكن انا بشوف ان هو اذكى مهاجم في مصر، يعني ذكي جدا. قال كده المدير الفني المنتخب الوطني الاول صحيح، قال ان احنا كهربا انا باخده لانه هو ذكي جدا في تحركاته جوه منطقه الجزاء، يعني اذكى مهاجم بيتحرك في مصر، ممكن ما يكونش الاقوى بدنيا، ممكن يكون مش الشكل التقليدي لراس الحربه اللي احنا متعودين عليه، انما هو عنده سرعات، عنده ذكاء جدا في اختيار الاماكن، هو مهتم جدا بانه يلاقي المساحه، فهو دايما بيكون موجود في مكان، يعني وقت قليل مثلا لعبه في مباراه السوبر راح الجون ثلاث مرات صحيح. قبل ما ينزل احنا ما وصلناش تقريبا بالكم ده من الفرص، فهو قيمته كبيره جدا تحركاته في تحركاته وفي الفينش بتاعه على الجول كان ممتاز ممتاز. اهم حاجه كمان في كهربا الصراحه الفتره دي تحديدا فكره ان هو
ويمكن هو طلع في تصريحات برضو قالها مش بحاول يعني ذهنيا كهربا مركز رغم كل اللي بيحصل ده، وان تقريبا كهربا شايل مشاكل الكرة في مصر كلها، ولكن هو مركز لدرجة ان هو كل ده متشال من على دماغه بينزل يلعب. انا مبسوط جدا لكهربا لانه الحقيقة اللي يعرف كهربا كويس يعرف ان هو يعني طيب جدا، مش هو الهيصه اللي معموله لا خالص، راجل يعني بسيط جدا يعني شفناه في معسكرات سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب، شفناه في مواقف كتير، هو لعيب بسيط ايا كانت القصه، لكن هو وكولر كمان كان ليه تصريح ذكي جدا قبل المباراه وهو بيقول احنا بنطلع كهربا، يعني بنعامل كهربا المعامله اللي خليه يخرج من كل الضغوط دي عشان احنا عارفين قد ايه القصه اللي دايره حواليه كابتن اسلام. فلا يعني النهارده لازم نشيد بكهربا وبدوره ونتمنى ليه الاستمراريه، لان ده اكيد مهم ليه في كاريره ومهم جدا للنادي الاهلي ان هو يبقى دايما عنده اكتر من لاعب في المكان ده. محمد الشناوي يا صبري برضو له دور. ليه انا هتكلم عن محمد الشناوي؟ ما بحبش اتكلم عن لعيب معين، لكن انا هتكلم تحديدا عن محمد الشناوي لانه طال ونقد، وكان يعني الوقت ده ما كانش محمد الشناوي في قمته، لكن دلوقتي لازم ندي محمد الشناوي حقه. هو اتعرض لانتقادات كبيره الفتره اللي فاتت، ومش هقول ان هي مش حقيقيه او مش صحيحه، هو كان في تذبذب كبير في المستوى، وانا من الناس اللي انتقدته جدا وقالت ان هو قادر ان هو يورينا نسخه من الحارس اللي بيجيب بطوله. الحقيقه ان رده كان سريع. المباراه دي لو دي جول، لو دخل لو هنقول حد جاب بطوله للنادي الاهلي او حارس جاب بطوله، فلا الشناوي جاب بطوله للنادي الاهلي في اكتر من كوره كان ممتاز فيها. الكوره دي عظيمه جدا، يمكن شويه بتفكرنا بكره دروجبا والحضري في 2008، وانا بشوف ان دي كمان اصعب لان الكارتي كان اقرب للمرمى من دروجبا، كان على خط السته بالظبط، حط الكره بقوه جدا، والشناوي كمان كان مرحل ناحيه العارضه الشمال خطوتين، فانه ياخد رد الفعل السريع ده في المسافه القريبه دي والزمن ده، الحقيقه تفوق عظيم منه وعقليه انه يقدر يحافظ على كمان النتيجه. ودي كمان برضه خلي بالك وقت الكره دي تحديدا كمان يعني كمان الاولانيه ماشي، لكن دي طبعا دي التوقيت دي كابتن، دي التوقيت كمان كان عظيم، والتكنيك بتاعه كمان في الخروج وان هو ياخد وضع النجمه ده او الفراشه. على فكره من الاوضاع الصعبه اللي مش كل حراس المرمى بيقدروا يستخدموا التكنيك ده، يمكن حراس كبار في العالم بيستخدموه لكن برضه مش كلهم، لانه محتاج مرونه عضليه كبيره جدا، فانه بيقدر هو دايما متفوق فيه الحقيقه، وبيقدر يقفل بجسمه كويس وبيفرد اطرافه كلها، واطرافه طبعا طويله، ايديه طويله، وبيقدر كمان يفتح رجليه على حسب المساحه، فهو خرج في وقت مثالي جدا، قفل كل زوايا المرمى تقريبا على دودو الجباس، يعني دودو ما كانش قدامه حل تاني. كنت هقول لك حتى التمركزات يعني اللعيبه نفسها كمان ما كانتش مديها فرصه ان دودو الجباس يفكر ان هو يمرر، فكل يعني اللقطه نفسها لقطه حلوه. زي ما حضرتك قلت كده كابتن اسلام، الشناوي دي النسخه اللي احنا طبعا يعني شفنا فيها الشناوي كتير وبنتمنى ان هي تستمر، يعني اي انتقاد هو انتقاد دايما انت بتطلب من اللاعب ان هو يبقى احسن. طبعا بنبقى عارفين في اوقات كان في البعض بيحاول يتهكم على فكره الحارس الاول او الحارس الاوحد او ملوش بديل او الشناوي في حته تانية، كان في ناس بتتريق عليه، لكن دي قصه تانية، يعني عارفين ان في البعض كان بيحاول ان هو يهد في مستوى الشناوي لانه بالنسبه له عارف ان الشناوي هو يعني جزء كبير من بيساهم في انتصارات النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. لكن النهارده ماتش الرجاء اللي بنتكلم في مباراه الذهاب في اكتر من كوره في المواعيد الكبيره تجد موجود الشناوي. على فكره الشناوي رغم ان برضو يعني البعض اكيد انتقد، فاكر كابتن اسلام وقت ما كنا نحلل ماتش الهلال السوداني حقيقي، لكن الشناوي صادت ضربه جزاء في الماتش ده، وكانت دخلت كان ممكن الموضوع يبقى قلق أصعب. طبعا فالنهارده في مباراه الدوري مثلا بتاعت سموحه 1-0 كان في انفراد برضو لحسام حسن طلع وتصدى ليه بشكل كويس، فالنهارده اخر نسخ لمحمد الشناوي نسخ مميزه جدا، اتمنى ان هي تستمر، لان الاهلي خلاص انت بتكلم مقبلين على سيمي فاينل، ماتشين سيمي فاينل يودوك فاينل، فانت محتاج ان انت الحارس بتاعك اللي هو في نفس الوقت القائد يبقى في كامل تركيزه، وهو ده الشناوي اللي احنا كلنا بنتمنى ان هو يفضل على هذا المستوى نفس التركيز، لان تركيزه اول ما الشناوي يبقى مركز وفي حالته تلاقي الفرقه كلها في حالتها، بالتالي ده بيساوي بطوله. صبري الدور الدفاعي للنادي الاهلي والتنظيم الدفاعي، مش الدور الدفاعي، التنظيم الدفاعي للنادي الاهلي اعتقد كان له دور في الفوز يعني بالتأكيد بالبطوله. حاله قلبين الدفاع كانت مميزه جدا، محمد عبد المنعم متولي عمله مباراه كبيره، معلول محمد هاني، ويمكن الناس استغربت شويه من تغييره محمد هاني، بس احنا ممكن نتكلم هو ليه اتغير، وده من ضمن الحاجات الشطرنج اللي كانت بتحصل ما بين الاثنين المدربين في الملعب.
هاني كان عنده يعني لو شفنا اللعبه دي كان بيحصل دايما عليه اوفرلود من ابراهيم عادل ومحمد حمدي. طول المباراه كانت اللقطه دي بتحصل 2-1 بالظبط 2-1 ادي مروان مع رمضان صبحي، وبعدين الكره بتتحط بيحصل اوفرلود. اثنين لعيبه دايما هما الاثنين دايما محمد حمدي ودايما ابراهيم عادل كانوا بيلعبوا على محمد هاني طول المباراه. لما حصلت التغييرات في الشوط الثاني وبدا رمضان يتحرك لمركز الجناح، كان كولر قراره سريع جدا بانه خلاص انا مش هضغط على هاني اكتر من كده لانه استنفذ بدنيا، قام خرجه ومنزل لعيب فريش اللي هو خالد عبد الفتاح عشان يقدر يقابل رمضان على مركز او على الجناح على في المركز ده. فهي الحقيقه كانت تغييره محمد هاني ما كانش المقصود بيها، او ما كانش عشان محمد هاني كان وحش، لكنه كان استنزف بدنيا، وكان الافضل ان ينزل حد فريش يقابل رمضان على الخط، لان حضرتك قلت برضو ان هو كانت واحده من اهم مباريات واحده من افضل مباريات رمضان يعني امام النادي الاهلي طبعا. صحيح. وكمان الشكل الدفاعي بتاع النادي الاهلي طبعا، احنا بنتكلم دي محمد عبد المنعم متولي عملوا ماتشين يعني محمد عبد المنعم استمرار للمباراه بتاعته، محمد متولي يمكن راجع كان من اصابه الفتره اللي فاتت. يمكن لو نرجع بس بالاحصائيه دي سنه اللي هي هنكمل بيها كلام صبري، فكره ان التنظيم الدفاعي الاهلي تحسن الفتره دي مع كولر، والنهارده بيشتغل على الفردي بتاع اللعيبه بشكل ايجابي. كمان ان اللعيبه دي ما بتخسر، المدافعين دول ما بيخسروش كوره، يعني اللعيبه دي مش مجرد مدافعين بيشتتوا الكوره او ان هو بيخلص لعبه، لا ده النهارده بص يا كابتن اسلام دقه التمريرات بتاعت اتنين الباكات بتوعك 94% والتاني 85%، بنتكلم في تمريرات يعني اللي هي القصيره دي انت بتبني بيهم لعب بشكل مميز جدا. النهارده النسبه بتاعت محمود متولي تحديدا ليه هي 85%؟ ليه اقل بشويتين من عبد المنعم؟ لان متولي هو المسؤول دايما عن الكرات الطويله، فهو يعني هتلاقي لما تيجي تبص على التمريرات الطويله هتلاقي هنا عبد المنعم لعب 3 تمريرات هنا 9 طويله هنا 9 صح، فهو المسؤول عن انه يلعب اللونج باس، وده طبعا بيبقى باس ريسكي وما بيبقاش مش على طول هيبقى باس سليم يعني بالظبط، فعشان كده بس نسبته هي اقل شويه، انما اجمالا نسبته في التمرير طبعا هايله جدا. النادي الاهلي في المباريات الاخيره يمكن تقريبا لو بنتكلم داخل فيه هدف واحد في عدد كبير من المباريات، فده بيبين لك ان ازاي حاله المدافعين عندك جيدة. لا انا هنا بقى بعترض، لان هي مش حاله المدافعين، الفريق الشكل الدفاعي، التنظيم الدفاعي للفريق الدفاعي. خلي بالك مهم جدا ان تبقى الناس عارفه انه محمد شريف بيدافع صحيح. او طبعا بيبقى له دور في تنظيم الدفاع. كهربا لما بيبقى موجود بيبقى له دور في تنظيم الدفاع. تحسن محمد هاني وعلي معلول في الكرات العكسيه. احمد عبد القادر خد واحده في الدقيقه تقريبا 70 او حاجه بس عمل بلوك في عمل بلوك في كوره، لا وكان واخد سبرنت تقريبا من نص الملعب يعني لولا السبرنت ده كتير. دي هي زي الفكره اللي بنقول يعني حمدي فتحي مثلا هو بيشاور على ان الكره رايحه للمهاجم، هو ما وقفش، هو مش مجرد شاور وقف مكانه، هو توقع ان هو هيوقفها بالظبط فراح ايه واخد المكان عشان خاطر يقفل. النهارده احمد عبد القادر تركيزه الذهني طوال الماتش ان هو لقى علي معلول عامل تغطيه في حته معينه فالمكان ده فاضي، والشيبي على طول مميز في يعني هو لاعب مميز جدا، لعيب مميز جدا بعيدا طبعا عن المشكله اللي حصلت، لكن هو لعيب فنان مميز جدا، راح رايح ومغطي معاه اللعيبه. النهارده محمد هاني في التغطيه حضرتك كباك يمين برده بتبقى قاريها التغطيه العكسيه بتاعت محمد هاني ازاي الفتره دي تطورت عن يعني هو اتحسن. يعني النهارده الطبيعي ان انت اللعيب بقى كويس ان انت بتتعلم وتحس، ده معناه ايه؟ ان في مدرب بيشتغل وفي لعيبه بتستجيب. علي معلول النهارده بنتكلم في لعيب سنا مش صغير وكمان بيلعب مباريات متتاليه بشكل كبير، والمدرب لما بيجي يتكلم الناس لما بتتخض على علي معلول يقول له طب مش هتريح علي معلول الماتش جاي؟ لهم ده عامل زي المكنه لازم اخليه يلعب كده عشان هو لو قعد ممكن يقع. يعني هو بالنسبه له ان هو عارف ازاي فهو عارف ازاي ان علي معلول يحافظ عليه. فبالتالي النهارده التمركزات دي مهمه جدا يا كابتن اسلام، ان الناس تعرف ان حتى مع الضغط المباريات دي بيبقى في اخطاء بتتصلح، في شغل بيتعمل. فالنهارده كل ده نتاجه ايه؟ ان الحمد لله المدرب معاك في الفتره دي لعب على 3 بطولات، كسب ال3 بطولات، في بطوله الدوري بيسير فيها بشكل كويس لحد بنرجع لها، بطوله افريقيا هو في السيمي فاينل. فالنهارده اجمالا التجربه مميزه، فايه الدور بقى اللي جاي؟ الدور على اللي جاي على الجمهور، طريقه المسانده ازاي في المباريات، ماتش الترجي ازاي النهارده انت تعبر بفريقك للفاينل،
الفاينل اللي انت ان شاء الله لو عبرته برضه هتلعب ذهابه هنا وايابه بره ايا كان هو فين، فانت ليك دور. دورك ايه؟ ان انت في ماتش الترجي لازم هتبقى موجود وبتشجع بطريقه معينه عشان خاطر الفرقه تقدر تصعد، لان بعد ماتش الترجي تحديدا انت هتتضغط تاني في الدوري عشان خاطر تعوض الماتشات اللي انت ما لعبتهاش، وبعد كده ترجع ليه ان شاء الله لما ربنا يكرم. طبعا احنا مش هنسبق ومفيش حاجه في الكوره متوقعه، لكن ان شاء الله ساعتها تبقى متاهل فاينل، فيبقى دول بطولتين يبقى تقفل السيزون بشكل. انت فعلا زي ما صبري قال في البدايه، الاهلي السنه دي فعلا يستحق ان هو كل بطوله يلعب فيها يكسبها. مش كل الانديه في كل العالم بتقدر تكسب كل البطولات، واحنا نفسنا في عصر الكابتن اسلام الجيل الذهبي مره واحده كسب كل البطولات، المره اللي بعدها كسب 3 من 5، لان هي دي سنه الحياه وهي دي سنه الكوره. لكن السنه دي تحديدا الموسم ده لا، احنا فعلا الشغل اللي بيحصل مع اللعيبه ومع المدرب والجمهور اللي عملوا في المباريات الاخيره، لا نستحق ان احنا بعد السوبر ده كمان ناخد الدوري، وان شاء الله ناخد دوري ابطال افريقيا. بالحقيقه ده لو حصل وان شاء الله ربنا يكرمنا ناخد البطولتين دول، اعتقد هتبقى الفيناله حلوه يعني. حفله حلوه ان شاء الله، لازم نتصور معاهم زي دول كده. يعني ما اعرفش هيبقوا موجودين دول ساعتها ولا لا، لان معاهم افريقيا. يعني انا الحقيقه النهارده من يعني انا بكلم الناس هناك في النادي عشان يا جماعه لو سمحتوا هاتوا لنا البتاع عشان يبقى معايا الاثنين. يعني انت فاهم اللي هو اثنين سوبر، واحد سوبر محلي والثاني سوبر افريقي، واحد كوره واحد هاند بول، ما بتحصلش كتير برضه طبعا سبحان الله ورا بعض كده. فرزق رزق النادي الاهلي حلو على فكره. الحظ ده رزق طبعا. ورزقنا طبعا. الحظ ده رزق يا كابتن اسلام، والحظ دايما ربنا لما بيدي حد حظ حاجه كويسه بيبقى للمجتهد. بيبقى للمجتهد. فعشان صحيح. ايه برضو في نغمه كده غريبه كانت بتقول لك يا لهوي ده ايه الناس المحظوظه دي. يعني الحمد لله على فكره دي حاجه ما بتزعلناش. انا لما حد يجي يقول لي انتوا محظوظ النادي الاهلي يعني نادي محظوظ، اقول له كرم من ربنا يا رب. يا عم رب يا ريتنا يا اخي رب يرزقنا دايما هذا الحظ. يرزقنا بالحظ يعني صحيح، لانه الكوره فيها حظ طبعا. حتى كره القدم دائما الظلم فيها قد يكون عدل بالظبط. طبعا يعني هي. في ناس ما تاخدش بالها بالكلمه دي قوي، لكن كره القدم فيها ان انا كمدير فني شايف ان ايمن جلبرتو وحش، في مدير فني تاني شايف ان ايمن جلبرتو ده احسن واحد في الدنيا. صحيح. احسن لعيب في الدنيا. صحيح. يعني فهي كره القدم حتى الظلم فيها قد يعني ماتش السوبر كاب زي ما احنا بنتكلم، هل في يعني لو احنا مش بالجمهور اهلي او زمالك او زمالك او بيراميدز او اي حاجه، احنا ناس بتشجع اي نادي تاني، لو احنا بنتفرج على الماتش ما هنلاقي ان كل نادي فعلا عمل ما يستحق عليه المكسب حقيقي. فلو النهارده ربنا كرم الاهلي في لقطه كهرباء والكره جت جون، كان وارد ربنا يبقى رايد ان الكوره زيها تبقى لبيراميدز الكارت اللي هو شالها بالظبط كده. فساعتها انت وانت بتتفرج حتى هتقول لفريقك هارد لك، هتسقف لفريقك لان انت عارف انه عمل اللي عليه. فهي دي الكوره وهتفضل كده. انا برضو كنت اتمنى يعني انا بسقف لنادي بيراميدز الحقيقه على المستوى الرائع والاداء اللي ادوه، لكن الحقيقه انا كنت اتمنى ان الكلام اللي حصل بعد اوكي، ولكن ده من المسؤولين يعني التصريحات والكلام ده ما بعد المباراه ما بين من المدير الفني ومن المدير الرياضي ومن المدرب العام. لكن اوكي طبعا كل واحد ادرى بظروف ناديه وكل واحد شايف ناديه عامل ازاي. اخيرا هاخد منكم راي سريع جدا في لان لسه مباراه الترجي قدامنا شويه، لكن مباراه الترجي شايفها ازاي؟ طبعا بص يعني حضرتك كنت لعيب كبير وعارف الماتشات دي لعيبه الكره الحقيقيين بيستنوها يعني. صحيح. المباراه الجمهور كمان بيستناها، انت بتلعب في اكبر مستوى تنافسي مع اكبر فرق في القاره، فانت بتبقى مستنفر جدا جماهيريا واللعيبه بتبقى مستنفره ومستنيين نشوف مباراه قويه، مستني تختبر نفسك دايما مع الكبار. الاهلي في حاله جيده جدا، الترجي الناحيه الثانيه مش في احسن حالاته، لكن ده لا يعني اي شيء. يعني هنيجي نبص على اليوم خسرانين اخر ماتشين في الدوري، النهارده اتغلبوا، الماتش اللي فات اتغلبوا الافريقي اعتقد اتغلبوا بالافريقي النهارده، واتغلبوا من الصفاقسي يوم 3. فاخر مباراتين في الدوري هزيمتين، ترتيبهم الخامس دلوقتي في دوري ولكن كل ده لا يعني شيء من الدوري. حتى في ماتش دوري الابطال هم متعادلين على لكن كل ده لا يعني شيء. احنا بنلعب مباراه نوك اوت، حاله اللعيبه وحاله الفريق خلال 90 دقيقه هي اللي بتحكم كل حاجه. الترجي فريق كبير وعنده شخصيه كبيره، فمش هيكون بالشكل السيء ابدا قدام الاهلي، بالعكس هيبقى مستنفر جدا. معاه مدير فني كبير. بالظبط، نبيل معلول مدرب كبير جدا، واللعيبه كمان هتبقى في احسن حالاتها وهيقابل زعيم القاره، فطبيعي ان هو هيكون مستنفر جدا وهيكون في افضل حالاته. ف يعني لو بصينا على حالته الحاليه دي لا تعني اي شيء
الحاله بتاعه الترجي وبتاعه الاهلي يوم المباراه هي اللي هتكون الفيصل دايما في النتيجه. احنا بنتعشم خير لان احنا ماشيين كويس وشايفين ان احنا نستحق ان شاء الله نعمل مباراه كبيره. احنا بنعرف نلعب في رادس كويس وبنقدر نفوز في رادس، فاتمنى ان شاء الله ان احنا نتيجه المباراتين تكون في صالحنا ونتاهل للنهائي يا رب ان شاء الله. ايمن، يعني عندنا ادفانتج كويس كابتن اسلام يخص ان الحمد لله اخيرا لائحيا بنستفيد بفكره الراحات، فمباراه الحرس لما تاجلت لان المباراه بقت يوم الجمعه ده شيء جيد ان اللعيبه تشم نفسها بعد رحله المغرب ثم رحله الامارات، فنستعد بشكل جيد للمباراة. فكرة برضو الأدفانتج بتاع أن المباراة بدون جمهور بالنسبة لنا أكيد طبعًا احنا لعبنا قدام جمهور الترجي كتير، لكن لما تلعب أكيد من غير الجمهور ده بيفقد صاحب الأرض الأدفانتج بتاعته. الحالة الفنية للترجي يعني في كذا حاجة أدفانتج لينا كنادي أهلي نقدر نلعب عليها ونستفيد منها، زي ما صبري قال في الاخر هي مباراه لازم هنقول 50-50، ما نقدرش نقول اكتر من كده لان فريقين كبار. الفريقين كبار، الترجي نفسه لما هيلعب قدام الاهلي يعني اكيد حالته في المحلي مع المشاكل اللي عنده وعايز يخلص منها بمباراه النادي الاهلي. النادي الاهلي ان شاء الله يروح اللعيبه كلها تبقى في كامل عافيتها، تركيزهم الفني يبقى حاضر، الذهنيه نبقى حاضرين. هيبقى عندنا لسه 90 دقيقة هنا في القاهرة على ملعبنا، وإن شاء الله المجلس الإدارة ولجنة المباريات كما هي العادة مؤخرا ناخد الموافقات لحضور الحضور الكامل، لأن ده بيفرق إن شاء الله كتير. هتكون حاجات كتير اتحلت. وزي ما حضرتك قلت احنا لازم هنستنى لحد يوم الأربعاء أو الخميس عشان نقدر نقف على الوضع بتاع نادي الترجي عامل ازاي، غياباته عامله ازاي. فاكيد الزملاء بقى اللي هيبقوا مع حضرتك في الايام اللي جايه هم اللي هيمتعونا ويفصصوا لنا كده المنافسين زي ما احنا متعودين يعني. لكن انا دايما بشوف ان الترجي مهما كانت الغيابات ومهما كانت الظروف فريق كبير جدا، يظل دائما هناك بعض طبعا المحللين في تونس بيحاولوا يعني يقنعونا لا هيجرونا للسكه دي، احنا ملوك التمويل المغناطيسي يعني. الكلام ده اطلاقا لا احنا برضو ممكن ننيمهم مغناطيس زي الفل. لا بالعكس بالعكس، هم بيقولوا يعني حد بيتكلم يطلع يتكلم يقول لك الاهلي فريق ضعيف وكذا، ما عنديش مشكله. لا ماشي، راي واحد فقط، ولكن كل الجمهور التونسي يعلم مدى قوه النادي الاهلي زي ما احنا نعلم تماما مدى قوه نادي الترجي، وان هو نادي كبير ونادي له اسمه وسيظل دائما واحد من اهم الفرق ومعاه مدير فني كبير ورائع الحقيقه كابتن نبيل معلول. انا بشكرك جدا يا صبري على وجودك معانا، والف مبروك الحقيقه. سوبر كوره وسوبر يد، اتنين سوبر افريقيا، اتنين سوبر، و2000 مبروك لجماهير النادي الاهلي. وانا متشكر جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، شرفت ونورت. شكرا جزيلا يا ايمن، شرفت ونورت والف مبروك. الله يبارك فيك، يعني حظنا حلو يعني الحمد لله. الحمد لله ان احنا موجودين في الايام الجميله دي. دايما الاهلي يا كابتن اسلام احنا حياتنا فيها اللي فيها، بنتبسط بنشتغل بنجتهد بنتعب، بنيجي بالليل نتفرج على ماتش الاهلي نتبسط ونكمل بقيه يومنا. فالحمد لله الاهلي يوم الجمعه فرحنا والنهارده فرحنا، ودايما كده عايشين في افراح وانتصارات. يا رب دائما افراح وانتصارات. النهارده الحلقه معلش طولت شويه، ولكن في النهايه قدرنا نحتفل بكاس السوبر الافريقي لكره اليد وكاس السوبر المحلي لكره القدم مع حضراتكم. ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره القادمه ونستطيع ان نفوز بكل البطولات المتبقيه سواء في كره القدم او في العاب الصالات. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.